صراع فرض الإيرادات على الموارد أم أن هناك ما هو أكبر من ذلك؟ كيف أصبح العنف رفيق كتائب أبو العباس؟ لماذا انتقلت مشاهد العنف من داخل مدينة تعز إلى الريف بعد انتقال وتمركز كتائب أبو العباس هناك؟ أهلا بكم. يرى الكثير من المتابعين لقضية تعز خصوصا والمناطق المحررة بصورة عامة أن أساس المشكلة يكمن في عجز أجهزة السلطة عن استلام مؤسساتها وتنفيذ المهام المناط بها. تبرز الخلافات حول الموارد المالية والتي لا تزال في تعز خاضعة لبعض القيادات المحسوبة على المقاومة الشعبية. مؤخرا تحول التفاوض عليها إلى لغة السلاح للوصول إلى لغة التقاسم، تقاسم المناطق والنفوذ والموارد، ما في ذلك الحركة على خط الإسفلت، ناهيك عن الإدارة والموارد المالية والمؤسسات، غير أن ما يحدث في تعز ربما يفوق هذه الحسابات. فما هي أسباب الصراع بين القطاعات العسكرية في تعز؟ وكيف يمكن فهم حالة الاختلال الأمني في المحافظة وفرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة كل أشكال العنف؟ الجيش الوطني كيف تحول إلى أدوات تسبب الرعب في المنطقة؟ والسلاح الذي يوجه لصدور البعض ألم يكون الأولى به أن يوجه لطرد الحوثي من أطراف تعز؟ لماذا تغيب قيادة المحافظة والمحور عن ما يحدث في الريف؟ هل خلى الجو لميليشيا الحوثي بعد أن كفتها الصراعات الداخلية عناء هدم مدينة تعز وخلق حالات العنف فيها؟ ما علاقة كل ذلك بهذا الظرف وما علاقته بانسحاب الإمارات والتوترات في عدن ومأرب؟ العنف هو العنف، أكان في الريف أو المدينة، غير أن انتقاله إلى ريف تعز يحمل أكثر من علامة استفهام. تفيد المعلومات الأولية بمقتل 4 وجرح 6 آخرين جراء مواجهات بين جماعة أبو العباس وأفراد تابعين للواء 35 مدرع. قيل إن الموت دائما يحتاج إلى تبرير مقدس، لكن أن يسقط هؤلاء الضحايا في صراع بين إخوة السلاح الواحد والمعسكر الواحد في حرب الجباية في نقاط الفيد، تلك قصة أخرى، لكنها قصة يراد لها أن تكون حاضرة في مشهد الصراع بتعز. إنما للجريمة زاوية أخرى تبدأ من جماعة أبو العباس التي خاضت اشتباكات متعددة في مدينة تعز سقط خلالها العشرات من الشهداء والجرحى، قبل أن تقضي لجنة رئاسية بخروج هذه الكتائب إلى محورها العملياتي بجبهة الكدحة بريف تعز. الخروج كان مراد من الآن نحن نفكر الوضع داخل المناطق، داخل المعافر وداخل السامع وداخل المناطق اللي احنا متواجدين فيها. ومع كتائب أبو العباس انتقل ما يثقل الناس من عنف ومخاطر إلى ريف المدينة، خصوصا بعد خروج المدنيين من تعز إلى الريف هربا من المعارك وصراع الإخوة الأعداء في وسط المدينة والمدينة القديمة بتعز. خرجت كتائب أبو العباس يومها وهي تتوعد بالعودة إلى المدينة، وهتف عناصرها أن دولة أبو العباس باقية. سرعان ما استحدثت هذه الجماعة نقاطا أمنية على الخط الرئيسي الرابط بين عدن وتعز، تحديدا في المنطقة الواقعة بين النشمة والبيرين، وانتشر عناصرها على التباب المجاورة للطرق الرئيسية بمدرعات ودوريات قتالية بعيدا عن محورها القتالي. حالة من الرعب يعيشها أبناء المناطق الريفية جراء الفوضى الأمنية التي تسببت بها جماعة أبي العباس وتمركز عناصرها في المرتفعات وقطع الطرق ومحاولة السيطرة على الريف. حالة استنكار شعبية واسعة جراء تمدد الفوضى إلى الريف الآمن وعدم تجاوب قيادات اللواء 35 أو قيادات المحافظة أو المحور بتعز لاحتوائها. كيف تحول الجيش الوطني إلى أدوات تسبب الرعب في المنطقة؟ وغدا السلاح الذي يفترض أن يوجه لفك حصار ميليشيا الحوثي على أطراف المدينة موجها إلى صدور المدافعين عنها. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستديو الكاتب والباحث فهد سلطان. أهلا بك أستاذ فهد. أهلا وسهلا، مرحبا. وأيضا سينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف من تعز المتحدث باسم الجيش الوطني هناك عبد الباسط البحر، وأيضا ياسر المليكي ناشط حقوقي من محافظة تعز. بداية أستاذ فهد،
ما أساس المشكلة اليوم في تعز؟ العنف والفوضى، لماذا انتقل من المدينة إلى الريف؟ هو طبيعي هو أن إذن أن ينتقل من المدينة إلى الريف، لأنه نفس الأدوات التي كانت تثير المشكلات داخل المدينة انتقلت إلى الريف، نفس المشكلات، نفس الحماية، نفس في مشكلة في تعز، في مشكلة مركبة. تعز هي جزء من لم يحصل حتى الآن تناغم بين مؤسسات الدولة، هنالك صراع لازالت بين الأحزاب والتيارات السياسية الموجودة داخل المدينة. هنالك صراع ما بين التيار القديم التي إنجاز التعبير الذي نستطيع أن نقول بين التيار القديم بين تيارات ما قبل الثورة وتيارات ما بعد الثورة. هناك إعادة التحالفات الجديدة التي تحصل أو التي تتشكل الآن تشكل خلال الفترة القادمة ما بعد الثورة، أتكلم عن ما بعد الانقلاب، هنالك تحالفات تشكلت جديدة داخل تعز. فهنالك نوع من الصراع الخفي والذي تبرز مثل هذه الظواهر. يعني مثلا كما ذكر في تقريركم، وإن كنت أختلف مع بعض ما ذكر، يعني تختلف مع أي نقاط؟ في مسألة الجيش تحميل الجيش الوطني كامل المسؤولية، لأنه إحنا الآن نحاكم الجيش الوطني الآن كأن إحنا في الوضع الطبيعي، مع أنه طبيعة المدينة نفسها أو طبيعة التركيبة لحدث الآن هي ليست طبيعة متكاملة أو في ظرف طبيعي، نحن في ظرف استثنائي بشكل كامل. الذي يدير المحافظة يعني الظاهر شيء والباطن اللي تدير شيء آخر. ربما أنتم تلاحظوا حتى طبيعة السلطة المحلية كيف تدار وكيف الفوضى العارمة اللي داخل هذه السلطة على مستوى أي أبسط اجتماع بين اثنين وبمحاضر رسمية يخرج إلى وسائل الإعلام. طيب في التقرير أنت اعترضت على موضوع الجيش الوطني، التقرير حاكم الجيش الوطني على أي نقاط؟ وربما أشار أن الجيش الوطني اليوم بدل أن يوجه سلاحه نحو المعركة الأساسية. أنا لست مدافع عن الجيش الوطني أو لست ناطقا باسمه، أو لكن أكيد أقول إنه في نوع من الظلم أو في نوع من عدم فهم ما الذي يجري داخل مدينة تعز. يعني في مشكلة داخلية وفي مشكلة خارجية، لا تعلم أن تعز تعرضت لحصار، نستطيع أن نقول 30% من حصار الظاهر أمام الرأي العام أنه من الحوثي، وهناك حصار آخر فرض على المدينة حتى من ضمن يعني الذين جاءوا لدعم الشرعية أو بهذا المسمى بطريقة أو بأخرى. يعني تعز المدينة الوحيدة التي قالت هكذا من اليوم الأول لا للتواجد التحالف بشكل مباشر داخل هذه المدينة، ودفعت ثمن، يعني هذا الموقف دفعت ثمن على كبير جدا. يعني كل المحافظات، كل محافظات الجمهورية تواجد التحالف بصورة مباشرة، يعني معهم مكاتب ويتواجدون بشكل، إلا تعز رفضت هذا من اليوم الأول. هذا الرفض كلفها الكثير، وجزء من ما يحصل الآن هم يدفعوا هذا الثمن. يعني كان يراد لتعز أن تكون نسخة مثلا من مأرب، نسخة من عدن، يعني بشكل كبير نسخة من عدن أو من المناطق الجنوبية بشكل عام، لكنها رفضت هذا الموقف. والرفض هنا كان جزء من يعني من المنظومة داخل المدينة، يعني أو نقول تيارات محددة ليست الكل، بينما تيارات أخرى سواء كانوا أحزاب أو تيارات كانوا مرحبين ومع الفكرة تماما أن يتواجد التحالف. قلت بكل تباينات واختلافات طبعا موجودة داخل القوى السياسية داخل والقيادات الدولة داخل محافظة تعز، وصراع، صراع على ماذا؟ صراع على كل، يعني صراع على كل شيء موجود، صراع داخل على كل شيء. والآن الواضح أنه صراع على الجبايات ربما على الأسوار. لا، هذا بيكون حكم قاصر جدا لمشهد ما يجري. يعني صراع على الجبايات هذه هي في مشكلة أصلا جوهرية داخل المدينة. يعني على مستوى الجيش الوطني مثلا، ربما التصريحات الأخيرة حول مثلا رواتب الجيش الوطني كانت تستلم من مأرب، يعني تخيل رواتب الجيش اليمني تستلم من مأرب. في مشكلة في يعني مثلا في الرواتب، في مشكلة مثلا في إدارة شكل الدولة. النظام القديم الذي كان يحكم تعز رافض أن يتزحزح أو أن يسلم أو أن يخضع للوضع الجديد الآن. يعني حتى الآن مثلا في التقسيم الإداري لا زال النظام القديم هو المسيطر على كل شيء، في 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 محاولة تطعيم أو في محاولة لبرز جديد، لكن الذي يدير الصراع أو يدير المشكلة أو رافض أن يتزحزح أو رافض حتى أن يتنازل عن كثير من الصلاحيات التي كانت لديهم أو رافض حتى الآن. صحيح، هناك من يرى يؤيدك هذا الطرح أن الصراع الحاصل اليوم هو أكبر من صراع الجبايات. بالتأكيد. صحيح. هو أنه صراع نفوذ
ما بين أقطاب المؤسسة العسكرية بالضبط داخل محافظة تعز. صحيح صحيح. يعني قلت لك الآن مثلا في تحالف بين المؤتمر الشعبي العام بين التنظيم الناصري، إعادة تموضوع تحالف ضد التيارات الأخرى مثلا ضد الحزب الإصلاح. يعني في 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 يعني في في مشكلة جوهرية، ليس صراع مثل ما نسميه مثلا صراع جبايات أو صراع الجيش الوطني، هذه كلها مظاهر للصراع الخفي الذي يحصل في 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 الداخل. يعني ما وهو امتداد لما كان يحدث من فوضى وعنف داخل المدينة اليوم انتقل طبعًا إلى الريف. وهنا السؤال الآن، كيف تحول هذا الريف الآمن والمسالم والذي كان منطقة ربما للاجئين ولمن شردتهم الحرب من داخل المدينة إلى الريف، كيف تحول اليوم إلى منطقة تماس وتوتر عسكري؟ أنت نقلت الآن اللي كان يعمل المشكلة داخل المدينة القديمة وفي الجمهوري والأصحاب السوابق والمقابر الجماعية وأكثر من 300 جندي أو 260 جندي قتلوا وغتيلوا وعذبوا حتى الموت. اللي كان الفوضى اللي كانت داخل حاول، يعني هو كان في يعني في قيادة المحور حاولت بطريقة أن يعني قدمت أكثر من خيار في 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 محاولة دمج كتائب أبو العباس ضمن إطار الجيش الوطني. طبعا عرقلوا الأطراف الأخرى، عرقلت هذه الفكرة تماما، ضمنها مثلا اللواء قيادة اللواء 35 اللي يعني لا وافقوا ولا رفضوا، بقوا يلعب في الوسط. المؤتمر الشعبي العام التنظيم الناصري رافضين هذه الفكرة رفضا قاطعا، أن يتم دمك وأن تبقى الكتائب بهذا المسمى. ويعني مثلا الآن الخطاب الإعلامي ستلاحظ أن الخطاب الإعلامي مثلا الآن ينظر على أنه الجيش 35 على أنه هو الجيش الوطني وما عداه ميليشيات، هكذا الخطاب الإعلامي يسوق في وسائل الإعلام في الصحافة في كل شيء، حتى في التقارير التي ترفع على أنه يعني الآن تستعمل مثلا كتائب أبو العباس أشبه بالهراوة، يعني اللي هو على أنهم الآن نوع من التوازن، يعني مثلا هم يقول الآن نوع من تغور الإصلاح، فهذه تبقى. وهذا المشكلة التي كانت في المدينة القديمة وفي حي الجمهوري وفي هذه المناطق تم يعني الضغوط اللي حصلت المجتمعية والمشكلات التي حصلت تم إبعادها من خارج المدينة. هل فقط مشاكل الفوضى والعنف داخل محافظة تعز فقط بكتاب أبو العباس أو هذا الفصيل من الجيش الوطني؟ هناك أيضا جماعات أو أطراف أخرى أيضا داخل الجيش تشكل وتعمل على خلق حالة عنف وفوضى ما زالت مستمرة أيضا داخل المدينة. مثل ماذا؟ مثلا غزوان المخلافي. غزوان المخلافي ليس في اطار الجيش. ليس في اطار الجيش. وبالتالي لماذا كل هذه الاريحيه في التعاطي والتعامل مع كل المشاكل التي اي اي ايوه في 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 مشكله داخل، لكن مثلا غزوان هو واحد من المفصعين مثل ما المصطلح اللي يعرفه اصحاب المدينه، يعني هذا المصطلح اللي المتفلتين الذي يثيروا القلق والمشكلات. هذه واحده من المشكلات اللي على اداره الامن، يعني او في اداره امن تعز لم يتم القبض عليها حتى الان، رغم انهم ساهم بطريقه او باخرى، وهو حتى متهم في قتل الضابط الذي كان يتبع مدير الامن. هل ما يخدم تعز اليوم القضيه وجود التوازن هذا العسكري؟ لا لا لا، هذا لا يخدم تعز، لا، هذا نوع من الفوضى، نوع من اثاره المشكله التي حصل داخل تعز. لكن يا اخي الكريم باختصار شديد، الجيش في تعز الجيش الوطني يحاول أن 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 يثبت وضع جديد، لكن هنالك رفض قاطع ورفض كامل لهذا التوجه الجديد. تعز لأنها رفضت الحزام الأمني أن يتواجد في تعز، هي الجيش الوطني الآن يدفع ثمن كبير لهذا الرفض. يعني هذه واحدة من الأسباب أو واحدة من المشكلات الكبيرة، أنه رفض أن يكون هنالك حزام أمني في تعز، رفض الجيش الوطني. يعني كثير من المطالب أو كثير من الضغوطات التي مورست على الجيش الوطني تحديدا في تعز وكان يرفضها. يعني مثلا الآن الجيش مثلا في مارب أو في طريقة أخرى تم نقل البيانات كلها إلى خارج البلد، هذه قضية، إلا في تعز. يعني حتى نظام البصمة في مشكلة الآن قبل أسبوع حصل أنه تم نقله إلى خارج البلد، إلا في تعز. هذه الفكرة رافضة لها حتى الآن. يعني في تعز وضع محاولة لأن يكون جيش وطني بمعنى حقيقي، لكن هذا الرفض ولد ردة فعل، ولد وخلق مشكلات وخلق تفاصيل وخلق. طيب نشارك معنا بالنقاش ضيفنا من تعز العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني هناك. أهلا بك سيادة العقيد. حياك الله أخي الكريم، حيا الله ضيفك الكريم والمشاهدين جميعا. سيادة العقيد، ما الذي يحدث في ريف تعز؟ هناك من يفسر ما يحدث اليوم بأنه صراع بين قطاعات المؤسسة العسكرية، صراع نفوذ، ما رأيك؟ الحقيقة ليس بهذا الشكل، هناك
مجاميع خارجة عن النظام والقانون، وهذه المجاميع سواء كانت في المدينة أو عندما خرجت إلى الريف المدينة وتقوم ببعض الأعمال المخلة بالنظام والقانون، والجيش الوطني والحملة الأمنية والأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية العليا بالمحافظة أيضا تقف أمام هذه الإشكاليات وتتخذ ضدها الإجراءات. طيب سيادة العقيد، لو تسمي هذه الجماعات وأيضا تسمي الممارسات التي قامت بها والتي تعتبرها أنت أيضا مخالفة للنظام والقانون، ما هي هذه الممارسات وأسباب المشكلة الأخيرة؟ يعني ما هي أسباب الاشتباكات اليوم ما بين القوات الحكومية والقوات المحسوبة على كتائب أبو العباس في ريف تعز، حتى لا نتحدث بالعموميات؟ يعني لا، أنا ليس عموميات، أنا أقول كل مجموعة أو أفراد خارجين عن النظام والقانون أو لا يلتزموا وينضبطوا بالأوامر والتوجيهات العسكرية والأمنية ولا يتعاملوا مع القيادة سواء السلطة المحلية أو إدارة الأمن أو قيادة المحور كترتيب للمؤسسات الأمنية والعسكرية والمحلية في تعز، كل من يخرج عن هذا الإطار فهي جماعات خارجة عن النظام والقانون، وهم أشخاص خارجين عن النظام والقانون، ويجب التعامل معهم وهو ما يحدث فعلا بكل جدية وحسم. ما حدث مؤخرا في الطريق الرابط بين تعز والتربة من مواجهات بين مجاميع خارجة عن النظام والقانون، يعني لخلافات شخصية أو مادية أو يعني خلافات ومشاكل سابقة، طبعا تتجدد المواجهات بين هذه المجاميع وبينها، وهي خلافات بينية بين مجاميع خارجة عن النظام والقانون، وهذه النقطة جرى اتخاذ قرار رسمي برفع النقطة المستحدثة والخارجة عن النقاط المعتمدة من قبل اللجنة الأمنية العليا، وهي نقطة البيرين، لأنها تمارس يعني أعمال خارجة عن النظام والقانون، وبالتالي صدر قرار من اللجنة الأمنية بإزالة كل الاستحداثات وكل النقاط الغير معتمدة رسميا من اللجنة الأمنية، بما فيها نقطة البيرين هذه التي تثير إشكاليات كل فترة وأخرى، وأحيانا تقطع الخط، وأحيانا تختطف مواطنين، وأحيانا تقوم ببعض الأعمال، فلابد من رفع هذه النقاط وأن يسري القانون على الجميع، وأن تكون النقاط كما في القرارات الرسمية للجنة الأمنية أن تكون تتبع الأمن العام أو الأمن الخاص أو الشرطة العسكرية وشرطة الدوريات المجدة، أن تكون كل النقاط تابعة لهذه المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن تمارس أعمالها تجاه المواطنين وتلتزم القانون في ممارسة أعمالها والقيام بدورها ووظائفها في هذه النقاط. طيب الآن هل الأوضاع بالنسبة لكم في الجيش الوطني هي تحت سيطرة الجيش الوطني في ريف محافظة تعز أم هي خارج السيطرة؟ لا، الأوضاع تحت السيطرة تماما، لكن ذكرت لك أنه تحدث إشكالات وبعض المواجهات البينية، وأيضا الجيش الوطني يلتزم بالأوامر من الجهات العليا سواء الأمنية أو اللجنة الأمنية أو السلطة المحلية ووزارة الدفاع والقيادة المنطقة الرابعة ورئاسة الأركان، ويجري تنفيذ المهام والتعامل مع كل موقف ناشئ أو كل حدث يحدث هنا أو هناك بحسب التوجيهات والأوامر الصادرة، يتم التحرك وتحرك الحملة الأمنية وضبط الأمور، لكن ما حدث مؤخرا ذكرت لك أنها خلافات. طيب أنتم كجيش وطني تلتزمون يعني بما يصلكم من توجيهات ونتيجة طيب. أمور سابقة. سيادة العقيد، أشرت إلى أنكم أنتم في الجيش الوطني في تعز ملتزمون بما تصلكم من توجيهات وتعليمات من القيادة، ماذا عن القوات المتقاتلة اليوم في ريف تعز؟ إلى أي حد هي ملتزمة بما يصدر اليوم من الجيش الوطني؟ إلى أين وصلت الأمور والتهدئة؟ هل ما زالت هذه المواجهات مستمرة أم انتهت المشكلة وتم احتوائها؟
تم احتمال الموقف بشكل عام داخل الريف؟ المواجهات توقفت، وبالنسبة لالتزام هذه المجاميع بالقرارات العسكرية والأوامر العسكرية لا يوجد أي التزام، يعني يجري التعامل عن طريق السلطة المحلية أو قيادة المنطقة العسكرية الرابعة أو غيرها. وبالنسبة للمواجهات الأخيرة هي توقفت وعادت الأمور إلى طبيعتها وفتح الخط وأصبح الخط مفتوح أمام حركة المواطنين. طيب، كان الأستاذ فهد ضيفي في الاستوديو يشخص الحالة وما يحدث داخل محافظة تعز بأنه ربما نتيجة لرفض الجيش الوطني لتواجد التحالف داخل محافظة تعز، إلى أي حد هذا الطرح صحيح سيادة العقيد؟ الجيش الوطني ملتزم بالتراتبية العسكرية التي ذكرت لك باعتباره يتبع الحكومة الشرعية سواء في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن أو رئاسة هيئة الأركان العامة أو وزارة الدفاع ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق وتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي وتواصل أيضا مع الأشقاء في التحالف العربي بما يخدم الأهداف المشتركة في القضاء على الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا. طيب، سؤال أخير سيادة العقيد، يقال أن ما يحدث اليوم في تعز هو الهدف منه إزاحة أبو العباس من الريف بعدما أزيح من داخل المدينة، لأنه معروف أن المنطقة التي يتواجد فيها في ريف تعز هي مركز أو مسرح العمليات العسكرية الخاص بكتائب أبو العباس. ذكرت لك أن كل خارج عن النظام والقانون بدون تسمية لجماعة أو لأخرى، كل من لا يلتزم بالتعليمات والقرارات العسكرية للمستوى الأعلى سواء في قيادة اللواء أو قيادة المحور والتراتبية المعروفة، من لا يحترم النظام العسكري ويتقيد بالضبط والربط العسكري طبعا يعتبر خارج عن النظام والقانون وسيجري معاملته كائنا من كان من أي جهة أو من أي جماعة أو من أي لواء أو من أي مكان. كل من لا ينتظم في سلك الجيش ويلتزم بأوامر الجيش والأمن ويخضع للأقدمية والتراتبية العسكرية والقرارات المؤسسية الصادرة عن الجهات الشرعية والجهات الحكومية سواء أمنية أو محلية أو عسكرية سيتم التعامل معه كخارج عن النظام والقانون وسيجري تطبيق القانون على الجميع. أشكرك جزيلا العقيد عبد الباسط البحر الناطق باسم الجيش الوطني في تعز، شكرا جزيلا لك. أستاذ فادي، ذكر لك من تعقيب على أي من النقاط التي ذكرها سيادة العقيد؟ هو دائما يبقى السؤال الأهم، لماذا لا يتم دمج كتائب أبو العباس في الجيش بصورة كاملة؟ هنا يعني هو واحدة من الإشكاليات الكبيرة الموجودة في تعز وضمن قوات اللواء 35 مدرعة، لكن مسمى حتى الآن المحور حاول قبل أشهر أنه التعديل الاسم إلى كتائب الدعم والإسناد. أيوة، ككتيبة الدعم والإسناد وليس كتائب. هو واحدة من الإشكاليات الموجودة في تعز، قيل أن الهدف من هذه التسمية التي أريد القيام بها من قبل قيادة المحور رد يعني من كتائب أبو العباس أن الهدف منها هو إزاحة أبو العباس وضم أفراده. هي ليست إزاحة، هو في مشكلة كبيرة أصلا، وهو إبقاء ضمن كتائب هي واحدة من التفخيخات للجيش كله، لأنه الآن هذا الرجل الآن مصنف ضمن قوائم الإهراب لدى الأمريكية، وبقاؤه وحتى الرجل يجاهر ومحتوي لهذه التشكيلات، وهناك تقارير حقيقية على أنه كثير من ضمن هذه المجموعات موجودة ضمن هذا الجيش. هناك من يصر على إبقائه كما هو الآن بحيث إما أن تمر الأمور كما نريد وإما أن يتم يعني تفخيخ الجيش كله، أو مثلا يأتي في لحظة من اللحظات أن يتم زق الجيش كله بأنه يتبع ضمن الإرهاب أو بهذه المشكلة. واحدة من أهم المشكلات أن هنالك يعني الرئيس هادي أو الرئاسة يتركون المشكلة حتى تستفحل ولا تحل. يعني مثلا الآن لماذا هذه الكتائب لا يتم حلها بقرار جمهوري؟ الصراع الآن داخل، يعني الآن مثلا رفعت أكثر من مرة وحاولوا بكل الطرق والوسائل لكن الرئاسة لا تستجيب أبدا.
لانه تبقى المشكله هكذا حيه. يعني الاصل مثلا الان ان يتم الانتقال ان يحسم الجيش الوطني، الاصل ان يحسم هذا الملف فور انتقالهم من المقاومه الى الجيش، يحسم هذا في خلال 8 اشهر في خلال عام كامل ثم يبداوا ايش في مرحله قادمه. لكن الان ابقاء المشكله قائمه بحيث تبقى انت عند نقطه محدده لا تنتقل التي بعدها. يعني اليوم المعركه في تعز الاصل ان تنتقل الى معركه التنميه، معركه الان حل المشكله الحس مساله الجانب الامني، حس مسألة يعني استكمال باقي التحرير. لكن الآن كما هي تعودنا من الرئاسة أو تعودنا من الرئيس هادي أن يبقي كل المشكلات قائمة عند نقطة محددة. اليوم يعني كتائب أبو العباس هي الثقب الأسود الذي يستنزف الجيش الوطني ويستنزف المدينة ويستنزف الجهود ويستنزف حتى سمعة تعز بكلها. يعني تبقى الآن تعز هذه التي الأصل أن تكون محضا للثقافة ولها تأريخ نضالي كبير في الشمال والجنوب، وهي كانت ملتقى الجميع، اليوم يتم تصويرها وإبقاء هذا الثقب على حتى يؤثر على مسار الجيش ويؤثر على مسار تعز كلها. طيب استاذ يعني قد يقول أحدهم الآن يعني فيما يعني توصف لما يحدث الآن ولدور كتاب أبو العباس وأن توصف ما يحدث داخل محافظة تعز بأن الهدف من هذا التوصيف هو وهذه المعارك أيضا إزاحة أبو العباس من الريف أيضا. ليست بعد إزاحة. أنا أسألك سؤال الآن، هذا السؤال أنا كنت أتمنى أن تقدمه لأي قائد داخل الجيش الوطني. أوكي. لماذا هذه الكتائب هي الوحيدة من ضمن تشكيلات الجيش الوطني كله في أنحاء الجمهورية؟ ليش تشكيلات؟ ليش كتائب أبو العباس؟ لماذا كتائب أبو العباس وليست كتائب الجيش الوطني؟ لماذا ليست كتائب تعز؟ لماذا ليست كتائب الرئاسة؟ لماذا ليست كتائب الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ يعني هل كلمة هناك أيضا أنا أسأل سؤال. أنا هناك أسأل سؤال. هناك مسميات؟ لا ما هنا. مثلا في تعز مثلا حسم كلها تمت دمجها في الجيش تمام وعلى اساس لا 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 ايضا هو كتاب ضمن 35 مدرع انتهت هذه المسميات نهائيا. لن تستطيع الان اسال اي واحد في اي لقاء لن تجد اي مسمى انتهت هذه شطب عليها بالاحمر انتهت لم يبقى الا كتائب ابي العباس وهذه الكتائب انتهت كمسميات لكن بقيت ككيانات. يا اخي الكريم هذه الكتائب انتم الان حتى في التقرير يعني ظاهر عيانا يتبعون داعش ويتبعون القاعدة محتوي لكل هذه التنظيمات كامل يعني كتائب أبو العباس يعني نحن كتائب تنظيم القاعدة نحن كتائب داعش سنبقى داخل هذا الجيش. يعني هي يعني هذه الكتائب هناك من يتعمد أن طيب تبقى داخل الجيش الوطني. طيب لكن لو كانت الأمور كذلك لكانت الرئاسة تخلت عنهم لكانت التحالف السعودي والإمارات أيضا تخلوا عنهم ووقفوا الدعم. لا لا لا, لا, لا أبدا التحالف يدعم أبو العباس بكل ما أوتي من قوة والإمارات تدعم يعني كما تدعم هاني بن بوريك في الجنوب تدعم أبو العباس. العكس السلاح الثقيل كله والمدرعات اللي وينها كم عدد الدبابات التي تمتلك الجيش الوطني تعز الحقام المبروكة التي يدعو لها الشباب كلهم المبروكة المدرعات التي كانت تصل من الإمارات تصل من التحالف أين هي الآن مع كتائب أبو العباس أنا أتمنى أن الناس يستوعبوا كتائب أبو العباس يعني الجيش الأموال كلها باعتراف المقابلة التي أجرتها يعني موقع يمن شباب مع أبو الصدوق هذا اللي كان أحد المقربين أو هو ضمن التشكيلة السلفية الموجودة تكلم إنه يعني الأموال كلها للجيش الوطني كانت تمر عن أبو العباس صنع أبو العباس صناع وهو كان شخص بسيط عادي يعني التحالف هو الذي بطريقة أو بأخرى هو شارك في صناعة هذه الثقة. ما سر ثقة التحالف بأبو العباس أكثر ربما ليست المسألة وقيادة المقاومة الشعبية داخل تعز. ولماذا يثق التحالف في هاني بن بوريك ويدعم المجلس الانتقالي في عدن ويدعم يعني المسألة ليست مرتبطة بثقة المسألة هو أن يريد تشكيل أو يريد جزء يتبعه وينفذ أجنته كما يريد هو. قلت لك الآن المشكلة في تعز جزء مما يجري من عقوبة لتعز بسبب أنها رفضت لتواجد التحالف أو مكتب للتحالف في مدينة تعز. هذه واحدة من العقوبات التي مرست على هذه المدينة وحصرت أكثر من حصرت من الحوثي ودفعت ثمن أكثر. طيب تقول أن الأمور مرتبطة بأجندة التحالف في تعز، ما هي أجندة التحالف في تعز اليوم؟ يا أخي هذه المدينة هذه المدينة لها تاريخ، هذه المدينة يعرفوها. أنا دائما أكلم الشباب أقول لهم يعني التحالف يعرف عن أو السعودية تحديدا أو التحالف بشكل عام يعرفون عن اليمن أكثر مما يعرفوا اليمنيين عن أنفسهم أو يعرفوا عن الطرف الآخر. وكنت أقول دائما لو أن اليمنيين يعرفون يعني تاريخ مثلا أو يعرفون المزاج العام للتحالف لن يدخلوا معهم في تحالف لن يقبلوا هذا. لو احنا اليمنيين نعرف المزاج العام للتحالف وكيف يوصف الاشياء ويتعامل معنا ويتعامل مع يعني مثلا كلمه تحالف هذه احنا في توصيفنا كبلد جمهوري او كبلد لنا توصيف لها ولنا مسمى نستطيع نعرفها، لكن هناك لها توصيف اخر مختلف.
يعني أنا لا أريد أن أقول مصطلح الآن بحيث يعمم، يعني أنه نظرة التحالف أو نظرة السعودية والإمارات لمفهوم كلمة تحالف بالتعامل معنا اليمنيين على أنك مرتزق، يعني ليست بالمفهوم اللي، لأنه السعودية أو التحالف أو الإمارات لا يفهم كلمة تحالف إلا عندما مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا، مع فرنسا، نحن في نفس المستوى. الندية هنا يقول لك أنا تحالف معك، لكن أنت الآن في اليمن لا، لا يتعامل معك أنت الآن، تفهم على. ولذلك بعض اليمنيين يصطدموا، إيش اللي يحصل؟ إحنا معاكم في تحالف، إحنا عدو إيران ضدنا، ليش تتعاملوا معنا بهذه الطريقة؟ لا، هو لا ينظر لك بهذا المفهوم، ليس هذا موضوعنا. لكن بالعودة إلى مدينة تعز، بالعودة إلى مدينة تعز، قلت لك أن يعني هذه مشكلة الرئاسة، مشكلة الرئيس عبد الرب مصر هذه. لماذا؟ وأنا أتمنى منك أن تقدم هذا السؤال لناس داخل الشرعية، للمقربين من هذه، لماذا هذه الكتائب باسم شخص؟ لماذا هذه الكتائب خارج منظومة الجيش نفسه؟ لماذا تدعم؟ من الذي يقف خلفها؟ من الذي يدعمها؟ لماذا لا تنضم؟ يعني الآن مثلا لماذا يقول كتيبة ضمن مثلا اللواء 35؟ يعني لماذا لا تكون كتيبة ضمن بدون هذه التسمية؟ من هم الأفراد الموجودين داخل هذه الكتيبة؟ من هم هذه الأفراد؟ من هي الجماعات؟ من هي التوصيات؟ من هي أعمالهم؟ يعني طيب المسألة سنعود، أنا أقول يا أخي آخر جملة، آخر جملة، ليست المسألة مناكفات، وليست لأنه أبو العباس أن تختلف مع تتفق، في مشكلة حقيقية داخل هذه الكتائب، التوليفة اللي داخلها توليفة خطيرة جدا، ستؤثر على مدينة تعز بالكامل، يعني ستوصف المدينة والجيش الوطني كله بالإرهاب، أو ربما يتأثر بسبب التوصيف الحاصل داخلها. طيب سنعود لك أستاذ فهد، ورحب بضيفنا عبر الهاتف من تعز ياسر المليكي، ناشط حقوقي. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا بك بالسادة المشاهدين. ريف تعز هو المخبأ الأخير للنازحين والمهجرين من داخل المدينة، برأيك هل يحتمل هذا الريف وقرى تعز اليوم مزيد من الصراع والعنف والفوضى؟ بالتأكيد لا يحتمل ريف تعز أو محافظة تعز بالكامل هذا الصراع، خصوصا وأنه صراع متفرع عن الصراع الظاهر، وهو الصراع بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. لكننا اليوم نشاهد صراعا آخر، وهو صراع الفصائل والجماعات المسلحة والكتائب والألوية والتشكيلات المنضوية في إطار ما يسمى بالقوات الحكومية، أو التي على الأقل تعلن ولاءها للسلطات الشرعية. ريف تعز بالتأكيد لا يحتمل هذا العبث الذي يحدث أو حدث منذ أمس، وكان قد بدأت شرارته منذ وقت مبكر في العام الماضي حين اشتبكت مجاميع تتبع الكتائب أبو العباس مع هذه المجموعة الأخرى التي تدعى لقائدها المدعو الطاهش، وكلهم ينتسبون إلى اللواء 35 مدرع. هذه الجماعات وغيرها من الجماعات سواء في ريف تعز أو حتى هنا في مدينة تعز ليس لها من مبرر لوجودها، ليس لها من مبرر لبقائها منفلتة بسلاح منفلت. هذا الوضع لا يتحمله سكان تعز، لكننا نرى فتورا سواء من قبل القيادة العسكرية هنا في تعز أو حتى من قبل قيادة وزارة الدفاع والقوات أو القيادة العسكرية العليا إذا ما يحدث في هذه المحافظة. نحن هنا نتساءل لماذا بعد 3 سنوات من تشكيل أو 4 سنوات من تشكيل هذه الكتائب والقوات، لماذا لا يتم دمجها أسوة بمثيلاتها من الفصائل والقوات والكتائب والتشكيلات الأخرى؟ لا نرى مبررا ولا يمكن أن نعذر القوات أو القيادة العسكرية سواء هنا في تعز، والتي نرى أن هناك عدم ثقة بينها وبين هذه الكتائب، وخصوصا كتائب أبو العباس لا يوجد ثقة بينها وبين قيادة المحور. هناك أطراف محلية وإقليمية تغذي هذا الصراع الذي يحدث في محافظة تعز. السلطات الشرعية تتعامى عن هذا الصراع، تتعامى عن هذا العبث الذي يحدث في محافظة تعز، وهي تستطيع وبإمكانيات محدودة أن تدمج كل هذه الكتائب والتشكيلات والفصائل في إطار قوات حكومية منضبطة. لكن بعد 3 سنوات للأسف الشديد نرى جمود حكومي. طيب أستاذ ياسر، أنت كمراقب وناشط حقوقي مهتم، لو نرصد معا التداعيات الإنسانية لما حدث من اشتباكات عسكرية في الريف
وكيف انعكست على أوضاع المدنيين هناك؟ بالتأكيد ما حدث مثلا يوم أمس عطل المصلحة العامة وهي الطرقات الطريقة الوحيدة الرابطة بين مدينة تعز ومحافظة تعز أو هي شريان تعز الوحيد، تعطلت بسبب هذه الاشتباكات العبثية المسلحة، إضافة إلى مقتل عدد من أو لنقل مدني واحد وكذا عدد من المقاتلين بين الطرفين وكذا إصابة آخرين، إضافة إلى تضرر الباعة والمتجولين وأصحاب المحلات التجارية، خصوصا أن هذه الاشتباكات كانت إن في وسط سوق تجاري وهو سوق البيرين التجاري، إضافة إلى قرى منطقة الجلائبة التي حاولت كتائب ابن عباس اقتحامها. بالتأكيد أن سكان هذه المناطق يتضررون بشكل مباشر، هذه المناطق وغيرها لا يحتملون مزيدا من العبث. 4 سنوات من الصراع في محافظة تعز أخذت من أمن السكان واستقرارهم وأمنهم الإنساني والغذائي الكثير، وبالتالي ليست هذه الكتائب معذورة بما تقوم به اليوم من جرائم بحق المجتمع بحق السكينة العامة، كما أن القيادات العسكرية السلطات المحلية قيادة وزارة الدفاع ليست معذورة عن هذا العبث الذي يحصل في محافظة تعز، ولا نرى صدى أو تفاعلا لإسكات صوت الرصاص لإخماد هذه الفتنة المشتعلة منذ فترة. كان يجب على القوات الحكومية أن بشفة قلم أن تدمج هذه القوات العسكرية، أن تصحح وضع القوات الغير منضبطة الغير مهيكلة في إطار القوات الحكومية، وبالتالي فإن مسؤولية السلطات العسكرية هنا في محافظة تعز أن تقوم وبشكل فوري وجدي بدمج هذه الكتائب وإبعاد كل من أشكرك أستاذ ياسر بقيامهم بالإخلال بالسكينة العامة المرتبطين بجهات تريد زعزعة استقرار محافظة تعز. شكرا جزيلا لك ياسر مليكي ناشط حقوقي، كنت معنا من تعز. أستاذ فهد، الأستاذ ياسر من تعز أشار ووصف ربما تعاطي الشرعية اليوم مع ما يحدث في تعز بأنه حالة من التعامي عن ما يحدث، لماذا كل هذا الصمت من قبل الشرعية وكيف تقيم أداءها أداء وزارة الدفاع وزارة الداخلية مع ما يحدث؟ وهناك من يرى بأنه ما يحدث اليوم هو الهدف منه تقويض أدوات السلطة الشرعية داخل محافظة تعز. هو يا أخي يعطي شيء باليمين ويأخذه في الشمال، يعني أنا قلت لك الآن في مشكلة جوهرية بين المدينة أو وضع المدينة وبين الشرعية نفسها، يعني في مشكلة تترك، يعني مثلا يعين محافظ وينسى الموضوع ولا يحاسب ولا يراقب ولا يعاقب ولا يسأل ولا يستفسر ولا يعني مثلا المحافظ السابق اللي كان سابق هذا كان هنا يعني فخخ المدينة، يعني كثير من المشكلات اللي تحصل الآن كانت بسببه. يعني وهل وفرت البيئة مناسبة للمحافظ للعمل؟ لأن هناك من يرى بأن القوى السياسية الموجودة والمؤثرة والفاعلة داخل مدينة تعز تعرقل عمل المحافظ. لابد نستوعب الآن في مدينة تعز الحاصل اللي وصف الآن هي نتائج مشكلة جوهرية بين تيار، يعني ثورة 11 فبراير بين هذا التيار وبين التيار القديم المتمثل في المؤتمر الشعبي العام وانضم إليه لاحقا التنظيم الناصري. هذا التيار يرفض يعني رفضا قاطعا أي تغيير جديد داخل هذه المدينة، لابد تبقى جميع الامتيازات، تبقى جميع الأوضاع كما هي حتى الآن، بل ليس ذلك فحسب، التعطيل لكل شيء، يعني تعطيل لهذه المدينة. هذا الصراع الحقيقي إذا أردنا أن نوصف هذا التيار. أستاذ فهد يقول أنه اليوم بات مهمش داخل محافظة تعز، لا 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 ليس، وأن اليوم الطرف الآخر لا لا ربما وتجمع اليمين أصبح مسيطر أكثر ويفرض قوته وسيطرته على مفاصل هو الدولة. هو ممكن نقول مثلا أنه في تواجد يعني ضمن تشكيلة الجيش، لكن داخل منظومة السلطة المحلية الوضع مختلف كامل، بل يختلف عن كل المحافظات بالكامل، وفي تقارير وفي حتى رفعت حول هذا الموضوع، يعني أنه لا زال النظام القديم هو الممسك بكل شيء ورافض يفعل كل شيء ويمارس نفس، يعني حتى طيب أنت الآن ماسك كل شيء، طيب تقدم خطوة للأمام، لا لابد يفسد كل شيء ويحمل الطرف الآخر على أنه هو المسؤول عن كل شيء. هذه هي نتيجة ثورة 11 فبراير، هذه نتيجة الحزب فلان اللي دعم الثورة، هذا هو الصراع الحقيقي هنا. يعني قلت الآن كتائب أبو العباس هي هراوة من الهراوات يتم ضربها وابتزاز الآخرين. إحنا نحمل ما نحمل، الرئيس عبد الرب مصر هادي بصفة رسمية يترك مثل هذه المشكلات لا يحلها، كثير من المشكلات لا تحل حتى
حتى تستفحل حتى تصل، وجزء حتى من التوازنات اللي هو يلعبها داخل البلاد. يعني كانت تعز الأصل أن تكون هي النموذج، وهي مسهل وميسر لها أن تقطع شوط كبير وتنسحب على كل المحافظات، لكن هكذا كأنه بقدرة يعني بفعل متعمد أن تبقى بهذه الطريقة، أن تبقى منشغلة بهذا الصراع عن مسائل التنمية، عن الإجابة، عن مشاكل الناس، وكانت قادرة تقطع شوط كبير وسريع. لكن كما قلت والبعض يتساءل أين هو المحافظ وما الذي بيده فعله في طيب انتم استضيفوا هنا استضيفوا واتصلوا له اسالوا له يعني لماذا هذا المحافظ جالس في الخارج. الذي يدير المحافظه اليوم يعني هؤلاء في الظاهر، لكن اللي يدير هذه المحافظه يعني حمود الصوفي والرشاد العليمي، هذا من الحكام الفعليين لمحافظه تعز المؤثرين الحقيقيين اللاعبين الأساسيين داخل المحافظة. أغلب ما يجري داخل هذه المحافظة يتم عبر هؤلاء المشكلين الخلية في القاهرة، يعني صحفيين يتم تدريبهم وإرسال قبل أسابيع للتدريب في أبو ظبي، وجميعهم يستهدفون مدينة تعز في الجيش الوطني. يعني هؤلاء هم اللي احتوى المحافظ السابق وكان ينفذ أجندتهم، والآن نفس الفكرة مع نبيل شمسان، هم اللي أغلب المشكلات التي تدار في داخل تعز نفس المنظومة القديمة التي هي التي تعرقل وهي التي ترتبط بهذه الأجندات وهي اللي يشتغل هذا الشغل كله. إحنا مش معناته تحميل أو رمي المشكلة لآخرين وإعفاء الآخرين، لا لكن في مشكلة كبيرة. الرئيس عبد الرب منصور هادي عنده يعمل لك قرار ورمي ويدعمي. كأنك تشيطن طرف للداخل. لا ليست شيطنة، لكن أنا أقول لكم أنتم في الإعلان اقتربوا شوية، اقتربوا غوصوا شوية في التفاصيل واستجدوا هذه أمامكم. يعني المسألة عندما نقول اليوم الجيش يتصارع مع الجيش، لا المسألة ليست تصارع مع الجيش أبدا. مثلا الآن أبو العباس قبل أسبوعين داخل يعني داخل منظومة اللواء 35، يعني كتب أبو العباس تضرب في أو ضمن من هذا الذي تكلموا عنه اليوم في الريف أنه ضمن اللواء الواحد، من ضمن هذه التفاصيل التي نبحث عنها في الإعلام والتي تنشر في الإعلام أنه هذه الأطراف تقول أن الإصلاح اليوم يسعى للسيطرة بشكل كامل على تعز. يا أخي الكريم، هي ليست، أنا هنا لست مدافع عن الإصلاح، يعني ليست المسألة سيطرة، ولا أريد أن أقول مثلا، يعني هو قلت لك الآن صراع بين تيارين، بين تيار جاء من كذا وبين تيار يحمل أجندة، هذا هو الصراع الحقيقي. هذا هو الصراع الحقيقي. ممكن أنت الآن تابع وسائل الإعلام التابعة لهم كيف يتم تناول المشكلة داخل. الآن مثلا يتم تناول كتائب أبو العباس على أنها التشكيل الوطني وأنها هي التي قادت معركة التحرير داخل المدينة، مع أنه نستطيع هنا أن نشرح بمعلومات موثقة وتفاصيل كيف كان يمارس أبو العباس مثلا مسائل التحرير. يعني هنالك مثلا جلسنا سمعنا من ضباط من يقول لك يعني في 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 لحظة من اللحظات وفي فترة من الفترات كان يتسبب علينا بمشكلات كثيرة، نعمل خطة عسكرية كاملة ويأتي وقت التنفيذ يتم تركها ويشتغل لحاله من البداية، وكان الجيش الوطني يدفع ثمن كبير لمثل هذه العشوائية اللي كانت موجودة داخل الجيش. طيب الآن لو تحدثنا في ما تبقى من دقيقتين من وقت هذه الحلقة عن إمكانية أو ما الممكن اليوم لتعز حتى تتجاوز هذه المستجدات، هي مرتبطة بالرئيس عبد الرب منصور هادي، وهذا الشخص يعمل قرار ويمشي، ما يعني عنده هكذا في 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 برأسه شيء يتركك هكذا، يتركهم لما يتصارعوا، لما بتنتهي، لما يكون الناس في حالة يأس وعمل إشارة، يعني يعمل هكذا فقط، ولا بقرر يا أخي بقرر أن يعني في مسائل تحسن بقرار. يعني هذه الكتابة لماذا تتمرد؟ هل تعلم الآن أنه حتى المحور الآن لا يستطيع، لا يعني محور الأصل أنه هذه تتبعه هو الذي يوزع ويرتب ويعيد كل شيء، لا يستطيع الآن بسبب أن هنالك فيتو نهائي من قبل التحالف، يعني ضمن بدعم مباشر لهذه الكتائب وكذلك الرئاسة. طبعا الرئاسة شغلوا عليها ضغوطات، لكن يبقى المسؤول الأول والأخير هو الرئيس عبد الرب منصور هادي، قادر بنصف قرار من مكتب العليمي أن يتم دمج هذه بالقوة أو التصرف معها. كتائب أبو العباس وليست كتائب الجيش الوطني، ويتم واليوم تقديمها على أنها هي النضال وعلى أن الأطراف الآخر هي الميليشيات كما في إعلام المؤتمر الشعبي العام وحزب الناصري. أشكرك جزيلا فهد سلطان كاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج، ونلقاكم السبت في حلقة جديدة من المساء اليمني. في أمان الله.